فضيلة الشيخ، من الأسئلة أم عبد الله تقول: ما معنى حديث المرء على دين خليله؟ نعم، المرء على دين خليله يعني أن القرين يكتسب من قرينه خيرا أو شرا، فإن كان جليسه صالحا استفاد منه الصلاح والعمل الصالح واقتدى به، وإن كان جليسه سيئا أو فاسدا أثر عليه وتخلق بأخلاقه، فهذا فيه الحث على اختيار الرفقاء الصالحين والجلساء الصالحين والابتعاد عن جلساء السوء. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كبائع المسك ونافخ الكير، فالذي يصاحب بائع المسك لا يفقد بذلك أن يجد منه خيرا، إما أن يشتري منه مسكا وإما أن يعطيه صاحبه مسكا بلا ثمن، وإما يجد رائحة طيبة في مدة مصاحبته له. وأما جليس السوء فهو كنافخ الكير، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة في وقت جلوسك عنده. نعم.